هل احنا الليزي بتضمن لنا ان احنا نوصل لستة على ستة بعد العملية؟ انت حلو قوي يا شيخ. اولا انا دايما اقول للعيان اللي عامل ليزك انت هتخسرني يومين لو ما بعد العملية، بس هترجع تصالحني تاني. تعالى بقى نقول للناس ايه هي التشوهات البصرية. اهلا وسهلا بيكم، انا هشام حبيب واحنا هنا في ميديكا زون بودكاست، البودكاست الطبي الاول في مصر والوطن العربي. سنة 99 هيئة الدواء والغذاء الامريكية FDA سمحت ان الناس تعمل عملية الليزك لضعف النظر. الليزك الحقيقة عليه جدل كبير جدا وناس كتير جدا بتسأل وانواع كتير جدا، وزي ما عودناكم كان لازم يكون معنا احد الخبراء والمتخصصين في هذا المجال. خلينا نرحب بضيفتنا النهاردة دكتور هلا وهبة، استشارية طب وجراحة العيون. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك يا هشام، اتشرفنا دكتور. ازي حضرتك؟ انا الاكتر، انت عامل ايه؟ الحمد لله كله حلو. كله تمام؟ كله حلو الحمد لله. دكتور اكيد حضرتك بتشوفي الجدل الكبير اللي على عملية الليزك تحديدا. صحيح. وانواع كتير، وفي البعض بيستخدمها ممكن بشكل كوميرشال، فيمتو سمايل مش عارف بلس، زي مش عارف برو، مش عارف ايه، يعني تحس حضرتك اللي هو انواع موبايلز او انواع كتير جدا لا حصر لها. هل ده فعلا الموضوع تطور لدرجه ان في انواع كتير، ولا الموضوع ساعات بيستخدم تجاري شويه؟ هو الاثنين. احنا بصراحة احنا عندنا تطور غير عادي في الليزك الايام دي، والناس ما تعرفش كمان غير ليزك وفيمتو ليزك وفيمتو سمايل. ليه؟ بالزبط. لان البروموشن كلها بتبقى الاعلانات يا فيمتو ليزك يا فيمتو سمايل، فاحنا عندنا فرايتيز كتيرة قوي في الليزك، واللي ما بينفعش لده بينفع لده، يعني كل واحد بقى له حاجة تنفع له. كنا الاول بنقول ينفع ده او ده، لا ما ينفعش ليزك خلاص كده. فعايزين نفهم الناس ايه هي انواع الليزك وايه هو الليزك. الليزك هو عبارة عن شعاع اسمه الإكزايمر ليزر، هو بيتخلل سطح القرنية عشان يظبط التحدب بتاعها. خلينا نعرف الأول يا هشام إيه هي القرنية. أوكي. القرنية زي ما أنت شايف كده هو جزء الشفاف الأمامي، وهي العدسة الأمامية بتاعت العين، فالضوء بيدخل منها وبعدين بينكسر وبيدخل لغاية الشبكية وبيتنقل عن طريق العصب البصري وبتتكون الصورة المعروفة اللي احنا بنشوفها. فلو القرنية دي مش بنفس التحدب في كل الاتجاهات او فيها الريجولاريتي يعني مش مظبوطه، فبيحصل ضعف النظر، سواء طول نظر او قصر نظر او استجماتيزم او تشوهات بصريه. أوكي. الناس فاكره ضعف النظر يعني طول نظر وقصر نظر بس، لا طبعا. استجماتيزم طبعا نسبه كبيره جدا، نسبه كبيره قوي. والتشوهات البصريه كمان اللي انا وانت كنا لسه بنتكلم عليها دلوقتي. صحيح. دي حاجه مهمه قوي ولازم نعمل لها فحوصات في اثناء عمليه الليزك. أوكي. فاحنا بالليزك بنصحح طول النظر او قصر النظر او الاستجماتيزم او التشوهات البصريه. أوكي. تعال نقول مع بعض الاول الانواع. إيه بقى الانواع بقى؟ احنا عندنا انواع كتير. اول حاجه اسمها PRK او الليزك السطحي، او الجديد منه كمان اسمه ترانس PRK. اوكي. البي ار كي ده انا بوجه الشعاع بتاع الليزك على سطح القرنيه من بره، يعني انا ما بعملش كات، ما بعملش قشره، ما بقطعش القرنيه وادخل الليزر وارجع اقفل تاني، لا انا بوجهه من سطحي. بره سطحي. فبالتالي ما بعملش قطع، ما بستخدمش آلة حد، فبيكون امن جدا، بنستخدمه خصوصا للرياضيين او اللي بيلعبوا العاب عنيفه، وخصوصا كمان للناس اصحاب المهام الشاقه اللي بيشتغلوا حاجات كتير فيها عنف، فده بيكون امن جدا. هو طبعا بيصحح طول النظر وقصر النظر والاستجماتيزم، لكن بقى في شويه ملاحظات عليك. اوكي. اولا انا دايما اقول للعيان اللي عامل ليزك انت هتخصمني يومين لو ما بعد العمليه، بس هترجع تصالحني تاني. ليه؟ لان بيبقى فيه ألم، ألم فظيع بقى. يعني مدة يومين كده بيبقى فيه ألم، دموع زي الحنفية، حمار، حرقان. طب غريب ان هو مفهوش زي ما حضرتك قلتي، مفهوش جراحة، مفهوش فتح، ومع ذلك فيه ألم. هو علشان احنا عملنا زي تقشير للطبقة الخارجية او الابيثيليوم بتاع القرنية. أوكي. فاحنا لما شلنا الطبقة الألم دي سطحي أصلاً، ألم سطحي زي ما كون انت جرحت حاجة، بس اعتقد بالقطرات هيبقى مريح. بالظبط كده، هو يومين اتنين بس، بقوله هتصالحني بعد يومين على طول. فبيبقى فيه شوية ألم، دموع، حمار، حرقان. ده النوع الوحيد اللي من الليزك اللي بقعد العيان في الضلمة، يعني ما ينفعش يقعد في إضاءة لأن هو مش هيستحمل الإضاءة. لكن هو هنا ما بقاش يعني زي ما نقول كده هرب من فكرة إنه يعمل جرحة أو فتح. طبعا هو آمن جدا، يعني هو أأمن درجات الليزك، هو آمن جدا لأن ما فيش كات، إحنا ما قطعناش في القرنية خالص، إحنا سايبينها زي ما هي بالظبط.
غير كده هو النظر بعد كده جودة النظر بتبقى رائعة. يعني هو بيشوف زي ما بيقولوا الفور دي والاتش دي والحاجات، هو بيشوف جودة هايلة في النظر بعد كده. لكن هي أول يومين بس هو اللي بقى فيها تعب شوية. طبعا بنديله قطرات، قطرة الحساسية ومضاد حيوي وقطرة لوبريكانت اللي هي دموع صناعية، بيمشي عليهم فترة يومين الدموع بتقل. كمان بحط عدسة لاصقة، العدسة دي ما فيهاش باور، هي زي حماية كده زي بروتكشن، يعني أنا ببقى بس محافظة على القرنية بالعدسة دي وبشيلها بعد يومين لثلاثة. يعني عدسة زي عدسة اللصقة العادية بس هي مخصوص للليزك. أوكي. عدسة عادية حماية بس، حماية بتحافظ له على عينه وبتخلي الهيلينج يحصل أسرع. يعني الخلايا تتكون بصورة أسرع، وبالتالي بعد يومين ثلاثة بيرجع للحياة العادية. يعني ده فترة النقاء هو اليومين الثلاثة دول. بس برضو يعني احيانا بيجي عندي ناس هو وصاحبه او هو قريبه ده عامل بي ار كي والتاني عامل ليزك عادي انواع تاني. أوكي. فيقول لي اشمعنى فلان هو خف بسرعة، فلان شاف اسرع. طبيعة هي طبيعة العملية دي كده وطبيعة العملية التانية كده. هي دي بتاخد تقريبا فترة نقاها من اسبوع لاثنين وبيبقى تمام. ده الماكسيمم، ده الماكسيمم يبقى شايف كويس جدا يعني. اوكي. فده اول نوع من انواع الليزك. تاني حاجه بقى اسمه كاستم ليزك او الليزك التفصيلي. من اسمه كده كاستم، يعني انا كاستمايز، يعني انا انا بكاستم، يعني انا بفصل حاجه على العيان. ما بحبش كمان اقول لفظ عيان، لان اللي بيعمل ليزك ده هو مش عيان، هو بيعمل حاجة حابب يشيل النظارة بالظبط، هو عايز يشوف أحلى، هو حابب يشيل النظارة أو الكونتاكت لينز. ففي الليزك التفصيلي أنا بفصل الليزك ده على العيان ده، يعني ببصمة العين. يعني احنا بنعمل فحوصات كتير وبعدين بنعمل الليزك المناسب للعيان ده، فده بيكون جيد جدا للحالات اللي فيها الاستجماتيز. كمان ده هايل في التشوهات البصرية. أوكي. تعالى بقى نقول للناس ايه هي التشوهات البصرية. التشوهات البصرية يعني الواحد مش شايف بجودة حلوة، يعني بالليل هو مش شايف حلو، شايف مشوش، الألوان بحتة، الكونتراست بتاعها مش حلو. هي دي اسمها التشوهات البصرية. وفي ناس عندها تشوهات ممكن ما يكونش عنده قصر أو طول نظر، ونظره بيتحسن بس هو مش شايف حلو، هو مش عارف هو ليه مش شايف حلو. هو مش شايف حلو لان هو ما تصححلوش التشوهات البصرية. عشان كده دايما اقول الليزك ده علم، هو مش عشوائي، مش اي حد يشتغل ليزك، ومش جهاز واحد بنشتغل عليه كل الحالات، ومش استامبا اللي هو كل اللي ندخل 10 بيشنت هي نفس العملية. دي لسه عايزة اقولك فيها بره، هي مش استامبا، هو ما ينفعش. يعني اللي ينفع لك غير اللي ينفع لي. صح. غير اللي ينفع لحد تاني، مش كلنا حينفع لنا نفس نوع الليزك، مستحيل. يعني هو بيتقيم على حاجات كتير قوي. اولا سمك القرنية قد ايه، درجة ضعف النظر قد ايه، هو عنده استجماتيزم ولا لا، في تشوهات بصرية ولا لا، سنه كام. على ده كله احنا زي ما بنرسم كده، يعني بنكون فكرة معينة عشان يبقى في بلان للعيان بلان او خطة، احنا هنعمل كذا او كذا او كذا، هو ده اللي مناسب. دكتور حضرتك لفت نظري لنقطة كده، ما حضرتك قلت لي السن ده شوية برضو عامل نوع من انواع الجدل. يعني بينصح ان الاطفال او الشباب من اول سن 18 عشان نعمل العملية، وبرضو في البعض بيقول ان بعد الاربعين والخمسين هل نعمل عملية ولا لا. كنا محتاجين نعرف. طب تعالى هشام نجزأها. اوكي. الاول هو سن 18، هو طبعا سن 18، اقل من 18 يوم انا ما بشتغلش. أوكي. ليه؟ لان لغايه 18 بتكون العين لسه بتتكون، فما بيكونش النظر ثبت. بعد 18 بيحصل ثبات للنظر فنقدر نشتغل، لكن لازم خلال 6 شهور احنا بنقيس النظر على فترات متباعده، لازم يكون ثابت خلال 6 شهور، يعني النظر ما فيش فاريشن كبيره. ففي الحالة دي نقدر نقول احنا نقدر نشتغل ليزك، وبالذات لو التاريخ المرضي للشخص ان هو بيغير تغيرات سريعة او في هيستوري في العيلة ان هم عندهم ضعف نظر. تاني حاجة بقى اللي هي عند سن الاربعين، انت كنت بتقول لي ايه السؤال؟ فوق الاربعين والخمسين هل العملية لو حد ما عملش ليزك ولسه اول مرة هل بتبقى مفيدة بالنسبة له او فيها خطورة؟ لا، هو في نوع جديد، هو مش جديد قوي بس هو يعتبر طفرة في عالم الليزك، اسمه السوبرا كور. ده للأوفر 40 بس، يعني ده للفوق الأربعين بس.
انت عارف النضاره المالتي فوكال اللي احنا بنلبسها علشان عشان نقيس بعيد النظر وقريب عشان تجيب بعيد وانترميديت وقريب، صح؟ ده بقى بديل ليها. يعني زمان كنا بنعمل الليزك وبعدين على سن الأربعين نقوله انت هتلبس نضاره للقرايه عشان هو بيصحح البعيد بس، صح؟ الجديد بقى في السوبرا كور ده ان هو بيصحح بعيد وقريب وانترميديت، المسافه اللي في النص. طب ازاي ممكن حضرتك تشرحي التفاصيل او يعني التكنيك بتاعها؟ هو تقنيه جديده. أوكي. هي تقنيه جديده بتشتغل بطريقه معينه على قرنيه العين بحيث بتجيب لك الثلاث ابعاد، فانت كانك لابس نظاره قرايه، يعني انت شايف بعيد وشايف قريب وشايف انترميديت على كمبيوتر. اوكي، شايف بتقرا انت، تمام، سايق شايف. فدي طبعا تقنيه حديثه جدا، ويعني ده يعني ده هل بيبقى بيتزرع حاجه ولا لا؟ لا لا، ده ليزك. ليزك ده شعاع. أوكي. ليزك يعني ده بيصحح بيصحح كل الابعاد دي. بس بيصحح كل الابعاد دي تقنيه حديثه. عشان كده بنقول للناس ان يعني الليزر ده قرار، صح؟ الليزر ده لازم يتاخد صح، ولازم دكتور بروفيشنال يكون بيشتغل ليزك، مش اي حد يعمل لك عمليه الليزك زي ما بنشوف في السوشيال ميديا دلوقتي. يعني بصراحه حاجه محزنة بقى. هي بيبقى الموضوع تجاري بحت في اماكن كتير وغير متخصصه خالص. يعني هي عمليه واحده باكس فلوس، تعالى اعمل العمليه لا دي. لا، هو انت مش فاهم هي بتتعمل ازاي. واحنا كل شويه بنجدد وعندنا تقنيات حديثه وبنغير اجهزه وبنكهن اجهزه. فالاجهزه اللي احنا بنكهنها دي هما بيشتروها. فطبعا الجهاز ده يوزد، مش هيعمل كل الانواع اللي هما بيتكلموا عليها. هو بيعمل زي كده اوفر على الفيسبوك يقولك عرض الليزك يبدا من كذا، اللي هو ازاي اللي هو انا اصلا محتاج العمليه دي ولا انا هعمل ايه؟ ايه النوع اللي انت هتعمله لي؟ وطبعا اللي بيتعمل لده هو لده هو لده، هي حاجه واحده بيمشيها للكل. غير ان في حاجات، هي الحاجات دي بتتغير ساعه العمليه، يعني دي حاجات ديسبوزابل، هي ما نستعملهاش مرتين. المفروض انا عملت عمليه بتتركب لي حاجه جديده وبتتغير، والعيان اللي ورايا حاجه، هم بقى بيستعملوا ده لعشر عيانين مثلا. نفس الشيء اللي احنا بنستخدمه في العمليه، حاجه اسمها بليد يعني. أوكي. هم بيحطوا الحاجه دي في الكحول، خلاص هو كده عقمه، وبعدين ده ورا ده ورا ده بنفس البليد ده. فطبعا دي مشكله فظيعه، واكيد بتعمل مشاكل كبيره جدا، وهيدخله في انفكشن، هيجيب له التهاب كبدي وبائي، هيجيب له ايدز. يعني دي اجرام، يعني ايه خطر طبعا. خطر جدا طبعا. ان انت تبقى رايح تعمل عمليه ليزك عشان تقلع النضاره، تلاقي الواحد دخل في عمى، دخل في مشكله كبيره قوي، وهو مش رايح يعمل حاجه. يعني دكتور، ممكن العمليه لو اتعملت في مكان غير مخصص او خطا توصل لعمى؟ طبعا. انت لو مستخدمتش كل حاجه جديده وكل حاجه التعقيم صح جدا ويكون معاك ستاف متكامل، طبعا ممكن يحصل ميكروب وممكن يحصل عمى. يعني خلينا نروح لنقطه مهمه جدا حضرتك بتسريها دلوقتي. ايه المعايير اللي احنا نقدر نقول عليها للعمليه بالنسبه احنا هنختار مين ولا معايير بالنسبه ان احنا لو احنا طبعا عايزين؟ لازم يكون دكتور بروفيشنال، هو واخد تخصص انتيرير سيجمنت، بيشتغل ليزك اساسي. لازم يكون المكان فيه احدث الاجهزه واحدث التقنيات، لازم الاستاف اللي معاك كله، لازم التعقيم، في حاجات كتير قوي علشان تقدر تشتغل ليزك. وبعد كده احنا في ايد ربنا، يعني ده كله واحنا في ايد ربنا. صحيح. بعد كده صحيح. طيب حضرتك برضو في نقطة قلتيها اللي هي ليها علاقة بالنظر، عودة النظر بعد العملية. هل احنا الليزك بتضمن لنا ان احنا نوصل لستة على ستة بعد العملية؟ السؤال ده حلو قوي يا شيخ. لا، عايزة اقوله ان الليزك دي بديل للنظارة. أوكي. يعني انا لو بتحسن بالنظارة ستة على ستة، انا هتحسن بعد العملية ستة على ستة. أوكي. انا لو ما بجيبش بالنظارة ستة على ستة برضو مش هجيب ستة على ستة. هي ممكن بس تزود لك لاين، يعني ممكن تشوف خط زيادة، تشوف شوية زيادة. ليه؟ لان النظارة المفروض الفريم فيه كده ديستانس بينه وبين العين اللي هي 13 ملي ونص. أوكي. انا لما بشيل النظارة وبحط القياسات بتاعتي على القرنية، فانا خلاص يعني المسافة دي اتلغت. وبشوف من الفيلد اوسع، فبشوف احسن شوية. أوكي. لكن هي بديل للنظارة، زي ما بتكون بالنظارة انت هتكون بالليزك. هو ليه ممكن حد يكون بالنظارة مش ستة على ستة؟
لان العصب بتاع كل عين غير التاني يعني يعني عصب العين ده دي حاجة من عند ربنا. اللي عايزة اقوله كمان ان بعد العملية ما ينفعش نقعد نعمل كده ونعمل كده, نقعد نختبر عينينا, ما ينفعش. هو كله بيعمل كده دكتور. هو يقولك تاني يوم يقولك بس حاسس ان انا شايف بدي شوية زيادة عندي, بس مش عارفة دي بتشكيني ودي لا خالص. احنا بناخدهم باكج مع بعض. ليه؟ لان هما الاتنين كوردينيتد مع بعض وبيشتغلوا مع بعض, بيديك الرؤية المتكاملة. انت عندك ايدك اليمين في نفس قوة الشمال؟ لا طبعا لا, يعني دايما اقول لهم هما مكملين لبعض, هما مكملين لبعض بالظبط. دكتور زي ما حضرتك قلتي ان الليزك هي في الاخر عملية, انا مش عايز النظارة, او انا ممكن يكون طبيعة عملي, او راجل رياضي بتحرك بجري, شاب عايز اروح في بحرية اتحرك بحرية, فبعمل عملية الليزك. طيب دلوقتي لو واحد قدامه الاختيار عدسات ليزك, عدسات لاصقة نضارة, ولا عدسات تصحيحية؟ لا لا لاصقة طبعا. ونضارة اللي هي بديلة النضارة يعني, وحابب اسمع رأي حضرتك في ده. والليزك هو بيختار على اي اساس؟ هو اولا يعني في ناس هي بتحب شكلها في النظارة, يعني انا عندي اخويا هو حابب شكله في النظارة, ده حاجة تاني. ممكن يعمل ليزك بقى ويلبس نظارة شكله, ويلبس نظارة من غير ما اساس. لكن انا كنت زمان مع العدسات اللاصقة لان هي كانت بتحل حل كبير قوي زمان, بديل للنظارة وشكلها, بديل للنظارة, وخصوصا في الفيميلز او اللي بيلعبوا رياضة او سباحة. فهي طبعا كانت يعني, هي دلوقتي لا خالص, العدسات اللاصقة لا خالص, هو الليزك طبعا رقم واحد. لان العدسات اللاصقة ليها مشاكلها, يعني انت تخيل انت حاطط فورين بودي جوا عينك, وبعدين احنا كمصريين عندنا سوء استخدام للعدسات. يعني يقول لك العدسة تستخدم 3 شهور اللي هي عندها 3 سنين, 3 شهور دي تمتدت, تقول لك ما هي لسه شغال, ما هي لسه شغال, مش لاقي اللون ده تاني. وكمان بتحصل منها مشاكل كبيرة قوي. يعني أنا كان لسه في حالة كده كانت عندي جيالي, هي قرنية اتاكلت, اتاكلت فعلا, حصل فيها انفكشن ميكروب وقرنية اتاكلت, لأن هي راحت عند كوافير, والكوافير ده هو بيأجر العدسات الملونة. أوبس, بيأجر يعني؟ بيأجرها يعني الناس بتلبسها من مكان بعض؟ يعني هو بيأجرها, وبعدين ترجع العروسة ترجعها وتحطها في محلول, وبعدين حد تاني ياخدها. يعني في, ده في ده الأرياف بيحصل. فتخيل انت ده فود يجرم, تخيل يعني. طبعا دي مشكلة كبير, فاحنا هنضطر نعملها زرع قرنية. خلاص, ما هي القرنية اتاكلت, العدسات اللاصقة وصلت ان هي ادت ان المريضة هتروح لزرع القرنية. اي حاجة يا هشام لو ما استخدمناها الصح بيكون ليها مساوئها, اي حاجة. طيب نرجع تاني للانواع, انواع الليزك. احنا قلنا البي ار كي, وقلنا الكاستم, في نوع تاني اسمه الاس بي كي. اوكي, الاس بي كي ده بنستخدمه لو القرنية ضعيفة قوي, او لو درجة النظر عالية قوي. ليه؟ لان احنا بناخد شريحة رقيقة جدا جدا من القرنية, اقل من 100 مايكرون. اوكي, انت عارف المايكرون 1 على 1000 من الملي. فتخيل بقى هي رقيقة قد ايه. فدي بنستخدمها للحالات اللي فيها ضعف نظر شديد شوية, او لو سمك القرنية ما يسمحش. اوكي, بانواع تاني. بعد كده في الفيمتو ليزك, وهي كل الناس مش عارفة غير فيمتو ليزك وفيمتو سمايل, مش عارفة ان في حاجات تاني كتير قوي غير كده. اوكي, ففي الفيمتو ليزك احنا بنشتغل بتقنية حديثة قوي بالفيمتو ليزر, وده بيعمل لنا برضو قطع رقيق جدا جدا في القرنية, فبرضو بنستخدمه للحالات اللي فيها ضعف نظر شديد او لو سمك القرنية قليل. بس بيكون اقرب ان هو بنعمل كات, بنعمل كات كامل. كات كامل, بس بالفيمتو. اوكي, بس بالفيمتو. اوكي, بعد كده في الفيمتو سمايل, اللي هو الكات اللي هو شبه السمايل. الفيمتو سمايل هو الكات بيبقى داخلي. اوكي, يعني الكات مش سوبرفيشال, مش من بره, يعني دي قرنيه كده. اوكي, القرنيه زي ما هي, لكن الجهاز بيعمل زي, بيسحب زي لاير او طبقه داخليه. اوكي, بياخد لاير من, او بياخد طبقه من تحت, من وسط القرنيه. مش من القرنيه, من قدام, مش من السطح, مش من السطح. أوكي, فطبعا دي برضو امنه قوي للرياضيين واللي بيلعبوا العاب عنيفه والحاجات دي. وبنسحبها من بوكت صغير كده بالجنب, بناخد الفلاب دي. اوكي, فهي برضو هي بتصح قصر النظر, هي كويسه في قصر النظر, وبتسبب جفاف اقل كتير من الفيمتو ليزر. أوكي, لكن عيوبها هي ما بتنفعش في طول النظر, وكمان مش احسن حاجه في الاستجماتيزم.
أوكي. كمان الكلاريتي بتاعت الضوء ما بيبقاش الجودة عالية وانت بتشوف النور بالليل, بيكون في ديستورشن أو كونتراست بين الألوان ما تبقاش حلوة, يعني مش أدق حاجة في الموضوع ده. فعلشان كده يعني أنا بيجيلي ناس يقولي أنا عايز أعمل فيمتو ليزك. أنا كنت لسه أسأل حضرتك يا دكتور, البيشنت بيجي لحضرتك دكتور أنا عايز أعمل عملية كذا, هو مختار, هو مقرر شعره على اساس ايه؟ انا فاهم مصلحتي, انا عايز اعمل ده, انا عايز اعمل فيمتو ليزك. بالظبط حضرتك تصرفي معايا, حضرتك عملتي مش عارفه لاخويا ولا القريبي فيمتو ليزك وانا جاي عايز اعمل فيمتو ليزك. اقول له لا, انت تقول انا عاوز اعمل ليزك بس وانا اقرر, وانا اقول انت هتعمل ايه بقى بعد كده. لان يعني ما اولا احنا لازم نعمل فحص للقرنيه ونشوف ان سمك القرنيه ده يسمح, وبنعمل حاجه اسمها توبوغرافي وحاجه اسمها اي ديزاين. بعد كده بنشوف ضعف النظر عنده قد ايه, سنه قد ايه, هل القرنيه بتاعته سليمه ما فيهاش عتامه, ما عندوش ميه بيضة, ما عندوش ميه زرقاء. يعني في حاجات كتير قوي احنا بنقيس عليها هو العيان ده هينفع له ايه. يعني هما بيبقوا اتنين اخوات, واحد بيعمل نوع والتاني بيعمل نوع تاني خالص, هو ده اللي مناسب مش مناسب. صح دكتور, هل في محاذير؟ خلاص يعني تم عمل عملية الليزك, طب ممكن حاجة تضر لو هو اتصرف بتصرف غلط العيان؟ أكيد يعني أكيد أكيد طبعا. يعني هي في شوية تعليمات كده لازم تتعمل. أوكي. لازم أول حاجة دايما أقول لهم إن المنطقة دي كده الأريا دي منطقة محرمة. يعني إيه؟ يعني إيه دي ما بتطلعش فوق أبدا لمدة قد إيه؟ مينيمم يومين. هيلاقي شوية دموع أو شكشكة أو حمار أو حرقان عادي, ممكن عين لأ وعين برضو, ده مش معناها إن هي نجحت في عين وما نجحتش في العين التانية. فدايما أقول لهم الدموع من تحت العظمة دي إحنا بنمسحها, لكن إيدينا ما بتطلعش فوق. تمام, ممنوع نعمل حركتين دول فيتال ميستيك, إن إحنا نعمل فريكشن ندعك في عينينا أو سكويزنج إن إحنا نضغط على عينينا قوي. الحركتين دول طبعا هي في فلاب, فإحنا لو عملنا كده إحنا بنغير من القرنية اللي إحنا اشتغلنا عليها. ممنوع نزعل أو نعيط في اليومين دول. يعني نزعل ليه؟ إحنا فرحانين نحاول نفرح بيقعدوا في الإضاءة العادية مفيش مشكلة, مش لازم يلبس نظارة غامقة أو حاجة. لا أنا بخليهم يروح يتفرج على التلفزيون عادي الإضاءة العادية. بعد كده بس يفضل مثلا ما يسوقش اول يوم. لا هو ممنوع يسوق اول يوم, ممنوع. عشان هو مش هيشوف حل. اوكي. والكمبيوتر كمان مش هيبقى مستريح فيه. بيحط قطرات معينه بيستخدمها اول يوم كل ساعه. أوكي. تاني يوم كل ساعتين بنحط عدسه لاصقه قوقايه برضو للعمليه. بقول لهم لازم ينام على ظهره في اليوم الاول, ممنوع ينام على جنبه او على وشه. عشان ليه؟ علشان ما يحصلش تلامس للعين مع المخدة. احنا نخلينا في الامان يعني. ما يغسلش وشه اول يوم. لو هيروح البول بعد اسبوع. البنات اللي بتحط ميك اب برضو بعد اسبوع. بس يعني الميك اب بقى اللي هو ما يكونش داخل العين, لو مثلا اللي هو الكحل ايلاينر والحاجات دي كلها. لا عايز اقول لك بنقعد ندي تعليمات يا جماعه أكتر. يا جماعه وانتوا جايين بكتير قوي انتوا طيبين والله. يا جماعه وانتوا جايين من فضلكم ما تحطيش ميك اب, بلاش تحطي ماسكارا. فانا اشتغل والاقي حاجات بقى جوه كده. ده قبل العمليه كمان. انت ازاي انت جيت من العمليه في عينك وحاطه فول ميك اب؟ لكن بعد العمليه يفضل برضو بالنسبه للبنات يبعدوا عن. عايزه تحط ميك اب بعد اسبوع من العمليه. اوكي. طيب دكتور, برضو من الحاجات المهمه جدا هو اختيار المكان. هل المكان بيبقى ليه عامل او مكان العمليه ليه عامل ولا كله زي بعضه؟ لا طبعا هو اختيار المكان على 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 اساس اختيار الجهاز. اوكي. زي ما احنا بنقول هي مش كل الاجهزه زي بعض. يعني دلوقتي في الايفون ال15 وال15 برو والمعرفش ايه. صح. اكيد التقنيه بتاعه ده غير ال11, مش كله زي بعض. صح. احنا نفس الحكايه, احنا عندنا تقنيات كتيره قوي في الليزك, فطبعا هو بيختلف على حساب التقنيه. يعني الجهاز ايه, هنشتغل على جهاز ايه, دكتور بروفيشنال ولا لا, المكان مجهز ولا لا, في فحوصات صح ولا لا كده. لو المريض عنده اكتر من اختيار لاكتر من عمليه, يقدر ان هو ازاي يقرر انهي عمليه؟ انا بقول له لازم كلهم نبقى احنا في السيفتي مارجن. يعني احنا لينا كده مارجن في القرنيه ما بنتحركش بعده. لو سمك القرنيه اقل من كده لا احنا ما ينفعش نعمل العمليه. فانا بقول له قدامنا كذا او كذا او كذا, وطبعا كل واحده بيبقى لها بادجت طبعا. فاول حاجه بيتحدى عليها
البادجت بتاع المريض وبعد كده بنشوف. يعني انا بقول له انا رايي نعمل كذا وانت براحتك. بس يمكن هنا بيحكم البادجت برضو في القصة بتاعت ايه الاكتر سيفتي ولا اللي حضرتك بتعرضي عليه. انا ما بعرضش غير اللي هو السيفلي. ما بعرضش اي حاجة تبقى فيها لو فيها مشكلة واحد في المليون ما نعملهاش. اصل هي تعتبر حتى لو هي الاقل في البادجت بس مش تعملها مستحيل. اصل هي تعتبر ايه يا هشام؟ هي عملية تجميل. يعني انت هي مش حاجة ارجنت فهي تعملها وانت في امان قوي يبلاش تعملها. خلاص خليك بالنظارة ما فيش مشكلة. ايه من اغرب الحالات او الاسئله اللي جات لحضرتك بخصوص عمليه الليزك؟ لسه جاي لي سؤال امبارح لحد هو اخونا من بلد عربي يعني أوكي. هو عامل ليزك وطلع 6/6 ما شاء الله. فطالبني في التليفون يا دكتور انا نازل اصطاد عصافير بكره استخدم عيني اليمين ولا عيني الشمال؟ هو خايف يقفل اني عين. استخدم اللي يريحك. ايه المشكله؟ هل يا دكتور البيشنت مطيع ولا بيبقى متعب؟ يعني فيه وفي ناس. طب البيشنت المتعب هل ده ممكن يأثر لو ما بيسمعش كلام بشكل كبير سواء تجهيزات ما قبل العملية او بعد العملية؟ ده ممكن يأثر يعني تعال نخوفهم شوية يعني ده ممكن يأثر عليه؟ اكيد. لا هو ممكن يأثر قوي خصوصا بعد العملية. هو بيأثر فعلا. يعني هو بيأثر فعلا. يعني هو لو ما اتبعش التعليمات او الانستراكشنز اللي انا قلت له عليها طبعا هو بيأثر عليك. يعني انا قلت ما تفركش في عينك وبعدين تلاقيه هو عمل كده ويقولك اصلها حرقتني قوي. طب انت فرقت انت حركت الفلاب اللي احنا عملناه فاحنا هندخل قطة العمليات تانية عشان نظبط الفلاب دي تاني عشان القشرة اللي احنا عملناها دي نرجع نفردها تاني. فدي مشكلة. فخلينا نقول هو طب ليه؟ هي عملية بسيطة جداً بس لازم تتبع التعليمات لان هي أكيد. تعليمات في الاخر وبعد الموضوع بيبقى زي ما حضرتك قلتي من يوم ليومين الموضوع بسيط جداً. انا عايز اقولك ان هي 6 دقايق ما فيهاش تخدير بنخدر بقطرة ما فيهاش وجع. على ما نقول صباح الخير بنكون خلصنا العين دي انت عامل ايه بنكون خلصنا العين التانية. هي عملية يعني امنة جدا وسهلة جدا بس هي اختيارها واختيار النوع وازاي نشتغلها هو ده اهم حاجة. دكتور هل في شروط معينة للعملية؟ طبعا عملية الليزك ليها شروط مهمة جدا. اول حاجة لازم بنعمل اشعة اسمها بنتا كام يكون سمك قرنية يكفي ان احنا نعمل عملية الليزك. احنا لينا سيفتي مارجن اقل من كده ما بنشتغلش. تاني حاجة درجة ضعف النظر قد ايه لان برضو احنا لينا ليميت. يعني مش اي درجة ضعف النظر احنا بنعمل لها ليزك. لينا ليميت سواء طول نظر او قصر نظر او استجماتيزم. لو ما نفعلوش ليزك لحلول تاني عشان نطمن الناس يعني في عدسات تصحيحية وفي حلول كتير دلوقتي. تالت حاجة سن العيان. العيان لازم ما يقلش عن 18 سنة. ليه؟ علشان العين بتبقى لسه في مرحلة نمو. فبعد 18 سنة بيحصل ثبات للنظر. بعد كده لازم احنا نفحص العين ويعني دي مهمة جدا ما يكونش فيه مية بيضة ما يكونش فيه مية زرقة. كمان القرنية ما يكونش فيها اي عتمات يا هشام. فدي حاجات مهمة قوي. اوكي دكتور في بيشنت عمل العملية في مكان في مركز او عند دكتور معين وحصل له مشكلة فهل في حالات جات لحضرتك؟ بيجي لي كتير. بيعمل إعادة عملية تاني؟ بيبقى عاملها ممكن عند حد يعني مش أخد القرار الصح فاشتغله ليزك مش مناسب لي أو عاملها من زمان قبل التقنيات الجديدة بتاعت الليزك ما تنزل. ممكن يكون مثلا من 10 سنين أو من حاجة. 10 سنين من 15 سنة فهو بدأ يلبس نظارة تاني. فأهم حاجة إن احنا بنعمل أشعة تاني بنعمل أشعة التوبوغرافي تاني بنشوف هل سمك القرنية يسمح. لو سمك القرنية يسمح ما عندوش أي موانع يعمل خلاص بنعملها وبيرجع تاني زي الفل 6/6. وحضرتك قلتي حاجة مهمة هل ممكن اللي بيعمل ليزك ممكن يحتاج يلبس نظارة تاني لو في مشكلة؟ لو زي ما بقولك يا هشام لو الدكتور ما أخدش قرار صح وعمله ليزك مش مناسب لي أو لو هو معرفه من الأول أنا عندي درجات قد كده أنا هصلح لك منها كذا وحسيب شوية عشان هو ده بس اللي مكفي في الليزك هو مش مكفي أخد أكتر من كده فهو أوكي. بيبقى العيان موافق من الأول. يا دكتور في سؤال أكيد بيجي لحضرتك كتير والحالات دي أكيد بتيجي لحضرتك كتير اللي هو الحوامل. هل الحوامل لو احتاج أنهم يعملوا ليزك في أثناء الحمل ينفع؟ وانا بس عايزة اقول حاجة ان الحمل اثناء الحمل بيحصل فيه تغيرات هرمونية كتير يا هشام. أوكي. فالتغيرات الهرمونية دي بتعمل احتباس للسوائل. فلما بيحصل احتباس للسوائل سمك القرنية بيختلف بيزيد. صح. فبالتالي النظر بيختلف. فنيجي نعمل الاشعاعات للحامل اللي هي اشعاعات البنتاكيم او كده فما بتطلعش صح.
فطبعا بعد الحمل والولادة كل حاجة بترجع لطبيعتها تاني، فيفضل ان احنا ما نعملش الليزك للحوامل، تستنى بعد الولادة. لكن انا عايزة اقول حاجة للحوامل، سواء لو كان عندها سكر او عندها ضغط او عندها تسمم حمل، لازم لازم تتابع مع دكتور عيون، ويبقى في كشف دوري باستمرار علشان ما تدخلش في مشاكل اثناء الحمل. دي حاجه مهمه جدا. اوكي، لكن هي عمليه زي ما قلنا كده، هي عمليه تجميليه، فمش هي عملية مضطرين ان احنا نعملها في اثناء الحمل. وعمليه سهله ولذيذه وبتاخد 6 دقائق، فخلاص خليها بعد ما نولد وبعد كده تعمل اللي هي عايزاه. دكتور، ايه اللي خلى حضرتك تختاري الليزك تحديدا او تتخصصي فيه؟ يعني انا مش تخصص ليزك بس، انا انتيرير سيجمنت. اوكي، انتيرير سيجمنت يعني ليزك وميه بيضاء وميه زرقاء وتجميل جفون وحول، لان انا بحب الجزء ده من العين. احنا على قد العين ما هي صغيره، لكن هي فيها سبيشاليتيز كتيره قوي، في شبكيه وفي قرنيه وفي حاجات كتير يعني. صحيح، بس اختيار حضرتك لطب العيون بشكل عام ده كان انا مغرمه بطب العيون، انا مغرمه بيه، انا بحبه، بشتغله عشان انا بحبه، يعني مش عشان انا واخدها مهنه او وظيفه، لا. انا من وانا في سنه رابعه لما اخدت الرمد انا خلاص قررت انا طب عيون مش هاخد غيره، وفعلا هو حاجه لطيفه قوي يعني. دكتور، احنا سعداء ان احنا تشرفنا بوجود حضرتك النهارده معانا. انا اكتر، وحابين ان حضرتك تكوني موجوده معانا مرات تانية. انا بشكرك، شكرا جزيلا. ميرسي تعبتك. شكرا. بشكركم، شكرا جزيلا، واستنونا في حلقه جديده من ميديكا زون بودكاست.